سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم. نحن معكم على الهواء مباشرة من 4:30 إلى 5:30 عصرا خلال الشهر الكريم. أرحب بالمشاهدين الكرام على قناة دبي الفضائية وكذلك مشاهدين عبر قناة نور دبي. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، كما أرحب بالزميل صلاح عودة الذي يرافقنا في هذه الحلقات بلغة الإشارة. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل. حياك الله. الله يحييكم ويحفظكم. اليوم فضيل الشيخ معك والمشاهدين الكرام، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. عمم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خصص ثم أعاد التعميم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لا يستقيم أمر الأمة ولا تتسق شؤونها إلا إذا قام كل من الحاكم والمحكوم بمسؤولياته وأخلص المعاونة لصاحبه. ولكي تنجح الأمة في مسيرتها أو تحقق غايتها لا بد من أن ينهض كل بمسؤولياته. إن منزلة ولي الأمر في الإسلام عظيمة، وطاعته واجبة في غير معصية الله، وإجلاله واحترامه مطلب شرعي، بل هو من إجلال الله إذا كان ولي الأمر عادلا قائما بحقوق الرعية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وأجر الإمام العادل عظيم، إذ هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي نفس الوقت مسؤوليته عظيمة، إذ هو مأمور بالعدالة والتسوية في إعطاء الحقوق بين الرعية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
وعلى الإمام رعاية مصالح الناس الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وحسن اختيار البطانة والأعوان الأمناء المخلصين ذوي الدراية والكفاية، وإعطاء القدوة الحسنة بحسن سلوكه وحسن استقامته وأمانته، وخوفه من الله عز وجل بسؤاله يوم القيامة عمن كان تحت ولايته وعما كان تحت يده. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلني عنها يوم القيامة. إن نعم الله عز وجل لا تحصى وعطاياه لا تعد، ومن تلك النعم العظيمة وأجلها نعمة الذرية الصالحة، ولا يعرف عظم هذه النعمة إلا من حرم منها، فتجده ينفق ماله ووقته ويبحث عن وسيلة عل بها أن يرزق بذرية. إلا أن هذه النعمة العظيمة هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها الوالدان يوم القيامة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وزينة الذرية لا يكتمل بهاؤها وجمالها إلا بالدين وحسن التربية وحسن الخلق، وإلا كانت وبالا على الوالدين في الدنيا والآخرة. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته بأن يختار الزوجة الصالحة لتصبح أما لأولاده، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وأن يحرص على الحلال في كسبه، وأن يبتعد عن الحرام والشبه التي قد توقعه في الحرام. وليحذر كل واحد منا أن يدخل جوفه أو جوف ذريته مالا حراما، وعلينا أن نتحرى الحلال ولو كان قليلا، فقليل مبارك فيه خير من كثير ممحوق البركة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا يظن النظان أن الحرام يقتصر على الربا والسرقة والرشوة والاختلاس والغصب فحسب، بل يشمل إضاعة وقت العمل وأخذ مقابل على ذلك، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل وهضم حقوقهم. على الأب أن يكثر من الدعاء لذريته، وكذلك الأم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحذر الحذر من الدعاء عليهم، فمن يدعو على أولاده فلا يلومن إلا نفسه. على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة لأولادهم، والأولاد يقتدون بآبائهم في الغالب، فإن رأوه بارا بوالديه بروا به، وإن رأوه يجالس ذوي التقى والصلاح نفروا من رفاق السوء، وإن سمعوا منهم الكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة كانت ألفاظهم كذلك، وإن سمعوا منهم السباب واللعن والفحش كانت ألفاظهم كذلك. يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الله الله في صلة الأرحام وزيارة الأخوال والخالات والعمات والأعمام، أدبوا أولادكم على ذلك وعلى احترام الكبير والرحمة بالضعفاء، وتوقير ولي الأمر وطاعته، وتوقير أهل الفضل والدين. وإياكم أن تغرسوا في قلوب أبنائكم الحقد والكراهية لأهل الزوج أو أهل الزوجة أو لأي شخص لذاته، وهذا غير الكراهية للفعل السيء. على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أبنائهم وبناتهم، فلا تفضلوا بعض الأبناء على بعض، أو بعض البنات على بعض، أو الذكور على الإناث، واتقوا الله فيهم جميعا.
فإن العدل بينهم يجعل الآباء على منابر من نور في الجنات. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله الله في البنات، فالبنات بركة، وكراهية الرزق بالبنات من صفات أهل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله، كن له حجابا من نار، كن له حجابا من النار. أيتها الزوجة الصالحة، أنت راعية في بيت زوجك، عليك بمعاونته في الخير ومساعدته في حسن تربية الأبناء والبنات، وأن تحفظي له نفسك وبيته وماله، وأن تطيعيه في معروف، وأن لا ترهقيه بالطلبات أو تحرضيه على قطيعة أهله أو في ظلم الزوجة أو الزوجات الأخرى. وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم حديثي بالكلام إلى الموظفين والموظفات: أيها الموظف وأيتها الموظفة، مهما كانت نوع وظيفتكم، أينما كنتم وحيثما كانت وظيفتكم، عليكم بالأمانة في أداء عملكم والحرص على الإتقان وقضاء وقت العمل فيما أمركم الله به من أداء الحقوق التي تحملتم مسؤوليتها. والحذر الحذر أن تقصروا في واجب أو تهملوا في مطلوب أو تؤخروا صاحب حق عن إنجاز مهمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يبارك فيك فضيل الشيخ. نبدأ من تونس، تفضلي يا أختي. حبيت نسأل سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك إن شاء الله، بالصحة والهنية إن شاء الله. آمين. الله يبارك فيك. أنا حرمة مطلقة، عندي 10 سنوات ومقطوعة من جوزي، وهو حب بعد 14 سنة أولادي ما شافوه، حب وجوز، هو جوز وحب يشوف ابنه محمد. قال لي ماما ما اختيارك أنت، خاطر جوزي مجوز ثانية وأنا ما حبيت. أنا قطعت معها العلاقة صار لي 14 سنة. نعم. وما شاف أولاده، ما ينفق عليه، ما يعمل أي شغلة معهم. أنا نشتغل، أنا كبرت أولادي، جوزت بناتي 3 بنات ابنين. نعم. كل أي حاجة في عندي أنا. في طيب. الأخر يتصل ابني بالتخبي علي. نعم. ويقول نشوفك. وطيب. يشوفه بس. طيب يا أختي، الولد الآن يقول لي رأيك أنت، يعني اللي أنت تشوفينه. يقول لي رأي محمد ابني، يقول لي رأيك أنت ماما. ما طيب تحبك. إن شاء الله يا أختي من تونس، شكرا، الله يبارك فيك، مشكورة. أم كرزون تفضلي من موريتانيا. أم كرزون أسأله أقول عن الشيخ عني. على راحتك يا أختي تفضلي. أنا عندي وسواس قريب، يعني وسواس للشيطان. نعم. يعني كنت مريضة طالعة المجنة. نعم. وسواس للشيطان عن ياسر من الأم، معني الحمد لله مؤمنة. نعم. يعني أسأله الدعاء إن شاء الله. عندي سؤال ثاني. تفضلي. تفضل. عندها وسواس شيخنا تسأل الدعاء. عندما هبط من الجنة شنو الدعاء اللي انقطع؟ الدعاء الذي قاله سيدنا آدم، من كنت تقصدين عندما هبط من الجنة، هكذا فهمت السؤال. شكرا، حياك الله على كل أحوال. السؤال الأول أبو عبد الله، تفضل من العين يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير مقدما. وانت بخير، حياك الله يا أبو عبد الله. طول عمرك. أنا عندي والدة طايحة. نعم. على الفراش
نعم. وتعبان ولا صوم ولا شيء ليلة جمونها. بعدين ناس يعطوني لها فلوس. نعم. الفلوس هذه يعني أخريهن هلا خليهن شو يصر. أيوة. الناس يعطون للوالدة والوالدة مريضة ما تدرك. مريضة ولا تعرف العرب حتى أوقات. أيوة. إن شاء الله. أعطوني أعطوني لها فلوس وأنا أخريهن الفلوس. أي نعم نعم تصرف منهم نعم إن شاء الله. هلا حلال علي ولا خليهن. إن شاء الله. ان شاء الله مشكور يا ابو عبد الله من العين حياك الله شكرا على الاتصال. تفضلي يا ام سلطان من السعوديه. ام سلطان تفضلي. حياك الله. الله يبارك فيك تفضلي. حياك الله اخي الكريم. حيا الله الشيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. انا بسال. انا موظفه ومعلمه نعم. ومطلقه نعم وعندي اطفال هل وأبوه متخلي عنهم نهائي يعني ما يعترف فيهم أبد أبد. نعم. أنا القائمة فيهم وأنا اللي ربي وأنا اللي يعني حاضنتهم. نعم. هل يجوز إني يعني زكاتي أخليها لأولادي؟ أيوة إن شاء الله. شكرا حياك الله. شكرا. زكاة الأم للأولاد هل تجوز أم لا؟ ومشكورة يا أم سلطان. شيخنا أحب إذا تكرمت أن أقدم ملخص بعض الأسئلة التي تأتي. شيخنا الإمام الشافعي كان في العراق ثم ذهب إلى مصر وغير فتواه. فكثيرين يقولون طيب الآن هذا أكبر دليل أن ممكن الفتوى تتغير من مكان إلى مكان من زمان إلى زمان. هل صحيح الإمام الشافعي غير فتوى يعني رأسا على عقب من العراق إلى مصر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا هذه كلمة حق يراد بها باطل. بمعنى الإنسان العالم وظيفته أن يقف عند النصوص أولا النصوص المحكمة لابد الوقوف عنده وهذا يفعله جميع الأئمة. هناك مسائل اجتهادية مبنية على الاجتهاد استنباط وفهم للحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته أخبر أصحابه أن بلغوا عني فرب مبلغ أوعى من سامع. أحيانا راوي الحديث راوي الخبر لا يدرك كنه الخبر لا يستطيع أن يستنبط منه شيء لكن عندما يصل إلى إنسان صاحب بصيرة وصاحب تفرس وصاحب مهارة في استخراج الأحكام إلى غير ذلك قد يستخرج منه أحكاما كثيرة. ولذلك أضرب مثالا لكي أبدأ في الجواب على سؤالك. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى في يوم ما صلاة العصر صلى ركعتين وسلم ثم تحرك واتكأ على جدار المسجد. فالصحابة استغربوا أن صلاة العصر أربع ركعات والرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة يعني الإنسان لا يجادل فيه. أحد الصحابة ذهب مستفسرا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن شوف الأدب قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني واحد من أمرين يا إما جاء الوحي بأن صلاة العصر يكون ركعتين بعد الآن فأنت قصرت الصلاة يا إما أنك نسيت. قال لم يكن شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى. الآن لا يمكن لأن في الواقع حصل ركعتين فلا بد واحد لكن مع ذلك أدبه لم يقل بل نسيت يا رسول الله قال لا بل كان شيء من ذلك يا رسول الله. يعني واحد من الأمرين الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه نسي فرجع إلى الصلاة وأكمل الركعتين ثم سجد للسهو وسلم انتهى. هذا الحديث استخرج منه العلماء أحكام سجود السهو وأن الفاصل اليسير لا يضر بالصلاة إلى غير ذلك ومحل سجود السهو يعني كم من أحد العلماء الذين آتاهم الله البصيرة استخرج منه كتابا كاملا نظم الفرائض فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد كله قريب من 70 فائدة. كذلك الإمام الشافعي يقول لو ما نزل من سور من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. الآن هاتي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب ماذا تستخرج منه الأحكام؟ كل الأحكام الشرعية ممكن لكن مع استحضار كل الأدلة التي أنت فيها. طيب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه عالم ومجتهد في المسائل الاجتهادية. الفتوى يختلف
باختلاف الأشخاص أيضا، ليس بس باختلاف المكان. يعني أنت الآن لو جاءك إنسان كما فعل سيدنا عبد الله بن عباس، دخل عليه رجل وقال يا ابن عمي رسول الله هل للقاتل توبة؟ قال لا وذهب. ثم جاءه آخر في يوم في ثاني يوم أو كذا وسأله هل للقاتل توبة يا ابن عمي رسول الله؟ قال نعم. فتلاميذه استغرب نفس السؤال، لماذا الإجابتين؟ قال الأول جاءني وفي عينيه شرار، يريد أن يأخذ مني الفتوى أن في فرصة للتوبة إلى غير ذلك، فيذهب ويقدم على هذا العمل المنكر فقطعت عليه الطريق. أما الثاني فقد قتل وانتهى، فجاء وفي عينيه دموع الندم، باب التوبة مفتوح. فهنا الآن يختلف الفتوى. الإمام الشافعي كل الذي غير الذي يفتى بقوله القديم، يعني مش ان كله تغير، هناك مسائل تكرار، وهناك الذي فيه تفاوت ايضا حتى بمذهب الجديد لم يعتمد عند اصحابه 17 مسألة اعتمد من قول القديم في بغداد، لان الظروف في بغداد ومحيط بغداد غير الظروف اللي كانت في مصر ومحيط مصر. فالعالم الفقيه نعم يستمر، لكن بناء على اسس، يعني منهج معين، كتاب، سنة، اجماع، قياس، يعني استصحاب الحال، استحسان احيانا، عمل اهل المدينة، يعني في ضوابط لازم يكون عندك، لكن ليس على الهوى، لانك انت وجدت هذا تاجر فتريد ان تعطيه شيء ينفعه، الثاني فقير تشدد عليه، هذا لا يجوز. من هذه التقدمه سندخل في السؤال القادم، موضوع المحرم، هل تغير الوضع الان في موضوع المحرم؟ اي راي يتخذ الشيخ؟ وهل هناك ثمه ادله فيها اجتهادات في موضوع السفر بالمحرم؟ هذا السؤال ربما يهم الجميع، سنتواصل ان شاء الله مع فضيله الشيخ بعد فاصل قصير، ارجو ان تبقوا معنا. أهلا بالجميع. من لبنان شيخنا كان بالأمس معنا سؤال، البنات سيذهبون للدراسة في فرنسا وهو يقول شرط المحرمية هل ما زال موجود وممكن أتواصل وياهم على الأجهزة يعني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن سمحت لي أكمل جزئية صغيرة في ما تكلمت به، قول العالم مطالب بالحق، وقد يكون العالم له فتوى ثم يتبين له خطأ فيجب عليه الرجوع عنه ولا يجوز له التمادي، هذا بعد أيضا كذلك لابد أن ننظر. لكن المسائل الاجتهادية فرصة للإنسان، ظروف تتغير، يعني الآن ما تستطيع أن تقول بعض الأشياء اللي كانت في القديم الآن تجي تقيس عليه في بعض الأمور اللي استحدثت الآن من قضايا الطائرات، السفر فيها إلى غير ذلك، قضايا الأوقات، يعني طي الوقت، هذا مسافات السفر، لا يحتاج إلى بعض الاجتهادات في بعض المسائل، لكن بما لا يتعارض مع الناس. قضية المحرمية، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة وفي ثلاث أيام ليالية إلا ومع ذي محرم، زوج أو ذي محرم. هذا وجود هذا المحرم ليس للمراقبة، الناس يفهمون خطأ، ليس المراقبة لكن هذا للعون. المرأة إذا طاحت ماذا تفعل الآن؟ من الذي يرفعها؟ من هذا محرم يستطيع أن يرفعها، يستطيع أن يساعدها، يستطيع أن أمور يصونها. الآن في الأجواء الحالية أكثر سوءا من الأجواء القديمة، الناس أول كل إنسان يخاف على بنات جيرانه، الآن أنت لا تعرف جارك أصلا، أنت ربما تحذر من جارك أحيانا للأسف، فكيف حتى المسافات هذه. هناك من العلماء من يقول أن حديث الضعينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أنه سيأتي وقت أن المرأة تسافر ومسافة كذا وكذا وليس معها أحد لأن من الأمان إلى غير ذلك، نعم من العلماء من يقول ذلك، لكن أنا لا أتجرؤ على ذلك. فلا تنتظر أني أنا أفتيك بجواز السفر
بغير محرم. أنا أقول نعم بغير محرم في نسوة ثقات في سفر الفريضة. أما سفر ضرورة جائز، لكن هذا ليست ضرورة. الدراسة في الخارج ليست ضرورة، يعني ليست مثل مرض علاج، علاج ممكن يعني ما حصلت أحد محارم ماذا تفعل الآن؟ فلازم هذه يعني الإشكالية تزول. النقطة الثانية، طيب هل أنت تضمن وصول الطائرة أصلا؟ هذه الأيام أحيانا يصير الطائرة تضل طريقها، أحيانا تهبط اضطراريا، أحيانا كذا، أحيانا يصير بسبب ضباب بسبب كذا يحولون الطائرة من مطار إلى مطار، ربما تحتاج إلى من يساندها، من يقف، فهذه لحماية البنت وليس للتضييق على الناس. نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ أيضا على التوضيح الرأي الآخر الذي ذكرته، لأن احتمال يسمع رأي ثاني بعد. نعم. كما أفتى الشيخ وسمعت يا أخي مشكور أبو محمود من لبنان، فضيلة الشيخ الأخت مطلقة من 10 سنوات هي ربة الأولاد، الأب الآن يريد أن يشاهد الولد، الولد يقول الأم أنت كيفش أنت شو تشوفين؟ أنا أقول لك لهذه الأم جزاك الله خيرا على التربية، جزاك الله خيرا على الحرص على حسن تربيتي من غير ذلك، لكن إياك أن تحرض الابن على عدم رؤية والده. نعم الوالد ظالم ما دام قد تخلى عن أولاده، مسيء في حق أولاده، مسيء في حق نفسه قبل أن يسيء في حق أولاده، لأن الآن لا يتوقع أن يبره أولاده وهو لم يبر بهم، لكن مع ذلك تبقى له حق الأبوة، يعني هذا حق الأبوة باق له. فالآن أنت عليك أن تنصح الولد نعم برؤيته، برؤيته بمشاهدته بغير ذلك، إلا إذا والعياذ بالله عرف بالفسق أو فجور أو شيء من هذا وخفت عليه هذا الساعة أمر آخر، فيحتاج إلى من يرافق الابن إلى غير ذلك. نعم. نأخذ أبو محمد من العين ونعود إن شاء الله. أبو محمد مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا أخوي؟ حياك الله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. مسأل الشيخ طول عمرك عن زكاة الابن. نعم الابن طبعا اللي في حوش يعني، بس ما تحصل راعي برا، كل عمرك الا من الطعام، انت عارف انت في الامارات ما عندنا راعي برا. ايوه نعم، انا عليها زكاة ولا لا يعني؟ ان شاء الله. مشكور يا ابو محمد. زكاة الابل، وهو الذي يرعاها. من معنا ايضا من ليبيا، الهادية من ليبيا، تفضلي يا اختي من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحفظك. تمام. نعم حياك الله يا اختي، تفضلي. يعني. نعم. الو. تفضلي استمري بالسؤال يا هادية. انا يا شيخ ديما نحلم بحلم مشكور. طيب موضوع الاحلام، شكرا، اشكر اول الاتصال وشكرا المتابعة. في سؤال في فتوى غير الحلم؟ تفضلي. لا تريد تفسير، تريد. تفضلي تفضلي. اي قصدنا لما نجي نرقد نحلم حلم مش كويس، يعني هالصلاة لما نود نصلي نصلي عادي ونصيم عادي. نعم. الصيام صحيح وصلاتي. طيب ترى رؤية غير طيبة شيخنا، فتسأل هل له علاقة بصلاتها وصيامها؟ إن شاء الله، شكرا حياك الله. فضيل شيخ الأخت تسألك الدعاء، عندها وسواس شديد، الأخت الكريمة من موريتانيا. لها ولغيرها الشفاء. آمين. ماذا قال سيدنا آدم شيخنا بعد أن أذنب؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الدعاء مطلوب من الإنسان. نعم. الأستاذ صلاح عودة شيخنا جزاه الله خير، أتى ببعض الأسئلة من ذوي الهمم. السؤال الأول، هل شرط لبس الصلاة بالنسبة للنساء نفس لبس الصلاة أثناء القراءة، قراءة القرآن؟ هذا من كمال الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، أن تكون المرأة على وضوء وأن تستقبل القبلة وأن تكون بحجابها، وكذلك الرجل أن يكون متجها للقبلة وأن يكون جالسا وأن يكون على وضوء إلى غيره، هذا من كمال الأدب. لكن يجوز قراءة القرآن ولو لم تكن على رأسها حجابا ما دام لا يراها من لا تحل له. نعم. 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 أو ليس من المحارم. وإذا كانت تمسك المصحف فلا بد أن تكون أيضا متوضئة، هذا لا شك، لكن إذا كان من الهاتف تقرأ فلا يشترط كذلك الوضوء، لكن لا. الأكمل والأفضل كما قلت قبل. سجود التلاوة شيخنا ماذا يقال فيها؟ كم عددها؟ وماذا عن من لم يسجد؟ مر سجدات التلاوة في القرآن الكريم 14 سجدة عند جمهور أهل العلم. نعم. وسجدة صاد ليست سجدة تلاوة عند الأئمة 3، وإلا عند الإمام أحمد
وعند الإمام مالك ليس في المفصل سجدات، يعني من سورة النجم وأسفل ليس فيها سجدات تلاوة، وفي عند الإمام الشافعي 14 سجدة بما فيها في الحج سجدتين، هذه سجدات التلاوة. أما سجدة صاد فعند الإمام الشافعي سجدة شكر يسجد لها خارج الصلاة لكن لا يسجد لها داخل الصلاة، وإذا تعمد بطلت صلاته عند الشافعي. ثم نأتي إلى قضية الإنسان لو لم يصلي، لو لم يصلي في الصلاة سجد للسهو في سجدة، لكن لو تعمد الترك فهو مسيء. لكن إذا لم يتيسر له، بعض الناس يعني يقرأ وهو يسوق مثلا سيارة وتمر به آية سجدة مثلا، فهنا قال العلماء يسبح الله تبارك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول في سجوده في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلاته سبحان ربي العلى والحمد، أو يقول سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله وأحسن الخالق. نعم يبارك فيك شيخنا. من السويد من معنا؟ أبو شفيق، تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير سلامة. آمين وأنت بخير إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أنا عندي صار معي ركبت شبكات في أحد في شريانين في عملية الشبكات في نعم شريان بالقلب من أول رمضان أو قبل رمضان. نعم في رمضان كمان عملوا شريان ثاني، فهلا عم يقولوا لي هون عندنا صيام 20 ساعه، فالدكتور عم يقول ما بصير تصوم لانه مشان الادويه. نعم. طويل الوقت يعني الصباح والمساء فقط. فهل انا اصوم بعدين اذا صار الوقت قصير في الشتاء، ام ادفع كفار يعني ادفع على كل يوم مباشره بعد رمضان؟ ان شاء الله ان شاء الله. لكم الشكر. الله يبارك فيك، شكرا، الحمد لله على السلامة. تفضل يوم سعيد من العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أتخبر عن الفطر. نعم. زكاة الفطر يوم سعيد؟ إيه نعم. أي تفضلي. أنا قالوا لي أنا أعرف أن كل واحد أنا 20 درهم، لكن أنا يونية عيش عودة مثلا يو ما يوزن كل واحد، لازم أن كل واحد حسبة الواحد 20 درهم ولا أنك اليونية وفيها وعن كل واحد؟ أيوة نعم إن شاء الله. واضح إن شاء الله يوم سعيد، مشكورة الله يبارك فيك حياك الله. من سويسرا بلال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حابب بس أسأل عن السفر في رمضان. نعم. هل يجب إفطار فقط يوم السفر ولا كمان يجوز إفطار مدة الإقامة؟ نحن مسافرين 12 ساعة بالطيارة وقاعدين 3 أيام آخر 3 أيام من رمضان. أيوة إن شاء الله مدة الإقامة 3 أيام. شكرا حياك الله من سويسرا، الله يبارك فيك ومشكور على الاتصال. السؤال الأخير بالنسبة لذوي الهمم من فضل الشيخ، وهذه حالة يعني السؤال كالتالي شيخنا، التيمم عن طريق وضع اليد على المصحف شيخ. هذا لم يقل به أحد، أول مرة أسمعه في حياته في حياتي يعني لم إنما ربما يعني أنا عشان أكون التيمم يحتاج إلى يد على الحجارة أو على التراب فيها غبار، ثم بعد ذلك مسح الوجه واليدين إلى غير ذلك. لكن لعل السؤال يعني أنا قد أكون إذا كان مقصود به أن عمل التيمم عن طريق المصحف بأن يضرب ضربتين على المصحف ويمسح وجهه، لا هذا غير وارد وغير صحيح، والتيمم باطل أصلا ولا يصح. نعم. ولا يصح ضربه على المصحف أصلا. نعم. وخاصة هو غير متوضئ أصلا، لماذا يتيمم؟ لكن ربما يخطر على بال الإنسان سؤال آخر، هل يجوز بالتيمم قراءة القرآن أو مس المصحف؟ نعم. أو لا؟ نعم. نعم في هذه الحالة إذا كان هو لا يستطيع الوضوء إنما يتيمم، أو لا يستطيع الاغتسال وإنما يتيمم بدلا عنه، نعم فيجوز بالتيمم أن يصلي الصلوات وأن يقرأ القرآن إلى غير ذلك. نعم. إلا أنه بالتيمم الواحد لا يصلي إلا فرضا واحدا. أبو عبد الله شيخنا الوالدة كبيرة والتكاد لا تدرك، يعطونها مال هو يأخذ المال وشوي يصرف منه بعد.
الأصل ألا تصرف منها على نفسك إلا إذا كنت محتاجا إلى ذلك، لأن ولي اليتيم يعني هذا مثل حال اليتيم القاصر أو الذي لا يدرك حاله مثل هذا، ينبغي لك أن تحفظ هذا المال. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. إذا لم تكن بحاجة إليه في الحاجات الأساسية لك فلا تمس يعني تلمس هذا المال. أم سلطان من السعودية، هي معلمة شيخنا ومطلقة، عندها أولاد ربتهم، الأب غير موجود شيخنا، هل ممكن أن تعطي من زكاة مالها للأولاد؟ أولا جزاك الله خيرا على توليك تربية أولادك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك برهم، وأن يهدي هذا الزوج المطلق الذي تخلى عنهم ولم يصرف عليهم ولم يسأل عنهم، فإن الله تبارك وتعالى سيسأله يوم القيامة عن كل ذلك. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن أقول لك أختي الكريمة، ما دام ليس لهم منفق غيرك فأنت يجب عليك الإنفاق عليهم، ولذلك لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأبنائك ولا لأبيك ولا لأمك ولا لبناتك. فضي الشيخ بعد الفاصل، لكن إلا إذا كانوا مدينين فتدفعين ديونهم، نعم يجوز. نعم بعد الفاصل شيخنا سأتي إلى لفظ هي قالت الأب لا يعترف بهم، أنا أريد هذا اللفظ شيخنا أحيانا يتكرم، أنا بريء من الولد، أو هذه يقول تبرينا من الوالد، أو الأم تتبرأ، هل هذا يترتب عليه شيء أو أب لا يعترف بأبنائه؟ سنتواصل إن شاء الله مع فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. اهلا بالجميع، تفضل حسن من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان مقبول علينا وعليكم. انا عندي سؤالين، السؤال الاول انا لدي املاك في بلادي يعطي بعض منها الايجار، ولكن لا يكفيني لكي اعطي الزكاة، هل مفروض اعطي منها الزكاة ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني، هاي السؤال الاول. السؤال الثاني، أنا عندي مطعم في هولندا، ولكن فيني قدر الإمكان لدي فقط البير أبيعه، هل هذا حرام أم لا؟ وماذا أفعل؟ وأشكرك. شكرا حياك الله. يبيع البيرة فقط في هذا المطعم، مشكور يا حسن من هولندا. فضل الشيخ، موضوع التبرع، يعني أنا أتبرأ من أولادي، الأولاد نحن نتبرأ من الوالد، الوالد يتبرأ من أبنائه إذا طلق الزوجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرع من نسب وإن دق وإن ضعف. هذا كفران. ثاني شيء، الأب الذي يجحد ولده وهو ينظر إليه وليس عليه دليل على نفي النسب، ولم يتخذ طريق اللعان، لأن نفي النسب لا يكون هكذا، النسب يثبت بمجرد وجود الفراش، الولد للفراش، ولنفيه هناك مدة معينة بمجرد أن علم بالحمل أو بمجرد أن علم بالولادة يريد أن ينفيه، عليه أن يلاعن زوجته، وبموجب اللعان يفرق بينهما إلى يوم القيامة، وهنا تنتفي النسب. أما إذا تقبل التهاني وبعد ذلك صرف عليهم ووداهم مدرسة وعطاهم اسمه إلى غير ذلك، ثم يأتي بعد ذلك يغضب ويقول لي أنا أتبرأ، فليتبرأ كما يشاء كما يقول، لا قيمة لهذا الكلام. بل أكثر من ذلك، حتى الذي هذا الذي يريد أن يلاعن، الرسول صلى الله عليه وسلم حذره أن أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة. ثلاثة من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. نعم. يبارك فيك الشيخ. أبو محمد يا شيخنا، الإبل اللي عنده هو اللي يرعاهم. نعم، حتى لو يرعاهم. جمهور أهل العلم على أن لا فرق بين السائمة والمعلوفة في قضية وجوب الزكاة، والزكاة والحمد لله مقدارها يسير جدا، ولا سيما في الأنعام وفي الإبل إلى غير ذلك، فهذا يحفظ المال ويحفظ البركة.
إذا كان يعني الإنسان حتى في المال الذي يملكه أقل نصابا من الإبل الآن، يعني الإبل 5 شاة 10 شاتين 15 3 شياة 24 4 شياة إلى ذلك لين يوصل 25 يأتي مثلا بنت بخاط. نعم. من ليبيا الأخت هداية شيخنا تقول بأنها ترى رؤية غير طيبة، هل يؤثر ذلك على صلاتها؟ لا 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 ليس شيئا، ولعل الشيطان يريد أن يوسوس إليك حتى تخافي وتتركي صلاتك وصيامك، إن أنا ما دام أرى هذه الأحلام فمعنى ذلك أن صلاتي غير مقبولة وصيامي غير مقبولة، فلماذا أتعب نفسي؟ لا 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 هذا مدخل للشيطان، أتركيها. لكن عليك بأخذ الأسباب الذي يطمئن الإنسان، نامي على طهارة، اذكري الله تبارك وتعالى، اقرأي أذكار الصباح والمساء، اذكري الأذكار قبل النوم، المعوذات إلى غير ذلك، وانفثيها على نفسك وإن شاء الله تعالى ولن تري بعد ذلك أحلاما تزعجك يا رب. من السويد الأخ الكريم فضيلة الشيخ، يعني في عمليات في القلب الآن ما يستطيع أن يصوم بأمر الطبيب، هل يؤخرها إلى الشتاء ولا يفدي؟ نعم، أولا أسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء التام، وكذلك لأمثالك ولكل مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قضية أنت قد ابتليت بقضية تغيير الشرايينات إلى غير ذلك، عمليات ليست سهلة، وما دام الطبيب نصحك بعدم الصوم فوالله تبارك وتعالى قد رخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإذا كنت تستطيع بعد ذلك القضاء والحمد لله فلا يجوز أن تخرج شيئا الآن، ولا يجب عليك أصلا. عندما يأتي وقت الشتاء والنهار قصير وأنت تستطيع تصوم إن شاء الله تعالى قضاء هذه الأيام. نعم، عبر البريد الإلكتروني فلا تضر نفسك بمخالفة الطبيب. نعم. سنكمل إن شاء الله برسالة عبر البريد الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله. البريد الإلكتروني يقول شيخنا عندي سؤالين للشيخ بارك الله فيكم. السؤال الأول، نحن نسكن في تركيا، بعد الصلاة يقرأ الخطيب الدعاء باللغة التركية وأنا لا أفهم التركية، هل يجوز أن أقول آمين وما أعرف ماذا يدعو؟ نعم، أولا حسن الظن بالمسلم مطلوب، ولا يمكن أن يعقل أن الإمام الذي الله تبارك وتعالى حمله أمانة إمامة الناس إلى غير ذلك أن يخون الأمانة، إذا كان الإمام منهي أن يدعو لنفسه فقط ولا يدعو للمأمومين، فكذلك الخطيب يحسن الظن به أنه يدعو بخير. وإذا جريت على هذا ففي كثير من بلداننا نحن كذلك الذين نتكلم بالعربية، كثير من الذين يحضرون الخطب لا يفهمون معنى الكلام، ولكنهم بحسن ظنهم أنه سيدعو بدعوات واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم إلى غير ذلك فيؤمنون، وهذا الإنسان يحرص على أن يؤمن على الدعاء ما دام يعرف أنه دعاء، إلا إذا عرف اللغة وعرف أن هذا دعاء للناس أو دعاء بإثم أو دعاء بقطيعة رحم عندئذ لا يؤمن. نعم، من موريتانيا تفضلي أختي الكريمة، أم أخت المؤمنين، أخت المؤمنين وليس أم المؤمنين، تفضلي. أنا زوجي ضايع في قار ما عنده. لا اسمعيني أم أخت المؤمنين، اسمعي فقط من الهاتف حتى أسمع السؤال بشكل جيد، أغلقي التلفزيون، اسمعي فقط من الهاتف. مقلقة زوجي، انقطع الاتصال عنك، عيدي الاتصال يا أختي الكريمة واسمعي فقط من الهاتف لو تكرمتي. السؤال عبر البريد الإلكتروني الثاني شيخنا، تفسير الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نحفظ جلال الله جل جلاله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، فالإنسان لا يفترض فيه أن لا يحلف إلا عند الاضطرار إليه، وعند الاضطرار إليه يحلف وهو صادق وليس بكاذب. نعم، أم سعيدة فضيلة شيخ. نعم. فضل شيخنا. ايه. فضل عفو. الآية شيخنا لا يؤاخذكم الله باللغو. نعم. فهذا جاءت من بابي إن في كثير من الناس جرت على لسانهم. نعم. أنت مثلا ذهبت السوق لا والله، فعلت هذا هي والله، يعني هذا هو اللغو من الأيمان، إن لا يقصد الإنسان به اليمين، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ به ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته كذا، إذا كان الإنسان يقصد يمينا فإنه
يكفر عن يمينه بكذا وكذا. نعم. أم سعيد فضي شيخ تقول إذا كان زكاة الفطر 20 درهم، لكن أنا مثلا عندي يعني بالعامية نقول خيشة أو يونية أو كيس عيش رز كبير شيخ، نعم، تخرج منه صاع صاع عن كل واحد ولا الأفضل 20 درهم؟ لا 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 لا، ما دام عندك طعام تخرجين طعام أخرجي طعام، هذا عند الجميع جائز. أما النقود فمحل خلاف أصلا، لكن التيسير في الفتوى يقول نعم يجوز، لأن الناس قد يحتاجون للفلوس. ما دام عندك كيس، لكن لابد أن تعرفي مقدار ذلك، يعني لا يقل عن 3 كيلو عشان تخرجي عن الشخص، يعني عن الشخص للشخص الواحد. من سويسرا يسألكم شيخنا، هو على سفر هل يفطر فقط يوم السفر أم شيخنا 3 أيام اللي بيمكث؟ لا، إذا حتى 3 أيام هذا يوم سفر، هذا في أيام السفر يستطيع أن يفطر، لكن يوم السفر ينتبه أنه إذا كان يسافر قبل الفجر. أما إذا يسافر بعد الفجر فقد وجب عليه الصوم لأنه مقيم، ثم بعد ذلك إذا شق عليه في أثناء السفر يفطر في الطريق يعني، لكن لا يفطر منذ البداية في بيته إلا إذا كان يسافر قبل الفجر. نعم. حسن من هولندا سؤالين. سؤال الأول، شيخنا لدي أملاك في بلادي تأتي بإيجار، لكن الإيجار ما يكفي شيخ، عليه زكاة؟ لا ما يكفي. هل بمعنى ما يكفي يعني يصرفه؟ إذا كان يصرفه لا زكاة فيه، لا يبقى منه شيء، هذا لا شيء فيه، لكن إذا كان يبقى منه شيء ففيها زكاة. أو إذا مر عليه سنة وهو المبلغ نصاب، لكن فرضا إيجار سنة مثلا 1000 درهم مثلا، نعم، لا قيمة لها، يعني ليس فيها زكاة أصلا. نعم، يعني لازم شخص يمر عليه سنة ويكفي، نعم، ويبلغ النصاب، نصاب يعني نصاب، نصاب نعم، ويكفي إن شاء الله. من الجزائر، من معانا من الجزائر جمال، تفضل يا أخي الكريم من الجزائر، حياك الله. ألو ألو، حياك الله، الله يبارك فيك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا جمال، اسمعني من الهاتف، اسمعني فقط من الهاتف يا جمال. عليكم نعم السلام ورحمة نعم الله، تفضلوا. ربي يحفظكم شيخ. شيخ عندي سؤال، هو حكم الإنسان الذي أخطأ في نهار رمضان يعني الاستمناء، ما حكم يعني كذا؟ أعطيني الحكم، المذهب الشافعي ولا ماذا فعل في نهار رمضان؟ عفوا، استمناء. استمناء، نعم نعم إن شاء الله، شكرا، حياك الله. عنده استمناء هكذا. واضح، نعم، شكرا. أبو أحمد من دبي، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. جزاكم الله ألف خير على هالبرنامج وعلى على هالصبر وعلى هالتهم يعني تحملكم للاتصالات ورمضان وأسئلة وأجوبة، يعني هاي شيء مبهين. على كل حال أنا سنويا أنا متابع، ف نعم نعم، كمل السؤال من الهاتف يا أبو أحمد، تفضل. أنا سؤالي طويل العمر يعني، شوف نعم السؤال، لا أنا من الهاتف، أنا أسمعكم من الهاتف طال عمرك، تفضلوا. نعم، شوف أنا سؤالي يعني هو سؤال واحد لكن من عدة أقسام. يعني مثلا إذا الأم كبيرة في السن مشلولة، يعني مريضة ومشلولة، ما تقدر تصوم، يعني ممكن زكاة الفطر يعني عنها أو الفدية؟ نعم. أو الاثنين يعني، هذا رقم واحد. زكاة الفطر بيكون على مين؟ على الابن الكبير، لأن هي مو عايشة مع الابن، نعم، الكبير، عايشة مع البنات، يعني في بيت بنت، نعم، بنتها، مش مو مع الولد، هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين، في امرأة أخرى يعني تقريبا مريضة بالكلية، وظائف، نعم، الكلية يعني ما تسمح لها، وطبيب، نعم، قالها لا تصومين، نعم، هل يعني طبعا إطعام الصيام يعني ممكن إطعام الصائم، لكن هل زكاة الفطر بعد ممكن عليها؟ إن شاء الله. نعم. وشيء الثالث والأخير، يعني أنا شخصيا مصاب بخطأ طبي، نعم، وسنتين ما قدرت أصوم بسبب هذا الخطأ الطبي، نعم، زين، ولكن بعد السنتين أنا أصوم أكمل، بالرغم أن يعني طبيب خارج الدولة، نعم، طبيب داخل الدولة قال إحنا ننصحك بعدم الصيام، نعم، ولكن أنا أشوف نفسي يعني قادر ومواصل، نعم، يعني قادر الحمد لله ماشي أموري، نعم، الأمور ماشي، ولكن هالسنتين، نعم، الشيخنا السنتين أنا يعني ما أعرف إن شاء الله عليهم، هم علي، بس كيف الطريقة السنتين تفسر لي أني أنا كيف يعني، نعم، أخلص السنتين يعني. إن شاء الله إن شاء الله، حياك الله، مشكور وجزاك الله خير. للأسف انتهى الوقت، بقي معي سؤال حسن من هولندا، عنده مطعم
وموضوع البيرة الشيخ إن شاء الله يوضح رأي الفقهاء فيه، لأن هذا على وسائل التواصل يظهر فيه أحيانا كلام. جمال من الجزائر تابعنا يا أخي لو سمحت، أبو أحمد أسئلتك إن شاء الله موجودة، نتابع جميعا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا للجميع كل المتصلين، شكرا لك فضيلة الشيخ، الله يبارك فيكم. في ختام هذه الحلقة باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، كما أشكر الزميل صلاح عودة الذي يرافقنا في هذه الحلقات بلغة الإشارة. تحيات يوسف الحمادي، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.